تولي الحكومة الموقرة اهتماما كبيرا بقطاع الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لما له من انعكاسات مباشرة وذات أهمية كبيرة على المواطنين والمقيمين في المملكة. فقد حققت الوزارة خلال الأعوام الماضية العديد من الإنجازات في مجالات متعددة، ما يجعل الوزارة نموذجا للنجاح والتميز في الأداء الحكومي. في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور ونماء وتنمية شاملة في مختلف الأصعدة، كان لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني دور بارز في رفض برنامج العمل الحكومي لمواكبة ما تشهده المملكة من تطور سريع يتطلب سرعة في أداء وإنجاز مشاريع البنية التحتية ضمن سلسلة مشاريع إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي ومشاريع البناء الاستراتيجية في عام 2017، وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. فقد أكدت الوزارة أنها قطعت أشواطا ملموسة في مجالات مختلفة من التطوير والتحديث، هدفها وضع المواطن محور عمل الحكومة في الرؤية الاقتصادية، ذلك ما دفع بالوزارة إلى السعي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها من خلال الاهتمام بكافة المدن والقرى والمناطق القديمة، وفي مجال انتقال المواطن من القرية إلى السكن في الامتدادات العمرانية الحديثة للقرى والمناطق، حيث شهدت مشاريع قطاع الطرق خلال عام 2017 اتساعا كبيرا في خارطة الإنجاز تلبية لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة ومواكبة للتطور العمراني الذي تشهده المملكة من خلال إنشاء شبكة طرق متكاملة في جميع المحافظات لتسهيل تنقل المواطنين والقاطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان، أخذة بعين الاعتبار تقليل المواقع المتضررة من تجمعات المياه خلال موسم الأمطار. كما شهدت مشاريع الحلول العاجلة التي تهدف إلى وضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في مملكة البحرين، جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة. وتأتي هذه المشاريع كجزء من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي الممولة من برنامج التنمية الخليجي، والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات. وكان لمشاريع قطاع الصرف الصحي في مختلف محافظات المملكة نصيب من جهود الوزارة بهدف توفير بيئة صحية سليمة وتقديم أفضل خدمات الصرف الصحي للمواطنين، فقد قامت الوزارة بإنجاز العديد من مشاريع الصرف الصحي ضمن برنامج عمل الحكومة، والذي كانت ترتكز محاوره على تطوير الخدمات المقدمة والمحافظة على أصول وعمر ممتلكات الدولة الافتراضي عن طريق تأهيل أنظمة جهاز الصرف الصحي. كما قامت الوزارة بزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة من خلال إضافة خط رابع لوحدة التعقيم بالأوزون في محطة توبلي للمعالجة، حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع العاجلة والطارئة لتحسين ورفع كفاءة المعالجة الحالية في مركز توبلي لمعالجة 200,000 متر مكعب باليوم من مياه الصرف الصحي، وقد نفذ المشروع بتكلفة تجاوزت 3 ملايين دينار بحريني. كما لم تغفل الوزارة عن تنفيذ عدد من مشاريع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القديمة بتكلفة تجاوزت 220,000 دينار للقيام بأعمال تنظيف شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق المملكة. وشهد مجال مشاريع قطاع البناء والصيانة المنجزة تعاونا مثمرا بين وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتطوير العمراني وكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة وإدارة شؤون البلديات من خلال عدد من المشاريع الهامة في إطار التعاون البناء بين مختلف الوزارات الحكومية، تحقيقا لأهداف برنامج العمل الحكومي الذي يضع المواطن وخدماته الشاملة في مقدمة أولياته الرامية إلى توفير أفضل سبل العيش الكريم والرفاه لمواطني مملكة البحرين على كافة المستويات.
موسيقى.